هجوم إرهابي على دكنة عسكرية في تونس ومقتل 4 عساكر من الجيش التونسي ومقتل الإرهابي منفذ ومقتل الإرهابي صاحب الهجوم على الدكنة العسكرية. ايش موسى اقول لك؟ من؟ ليش ما وجه يا ولحي دفاع بس هناك فلسطين البنك نفسه لو شك كان مكتوب شك يا موسى يعني هو حط لنا مصاري في البنك بس